شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور رشا. وبنبدأ الآن الجلسة الافتتاحية، وببدأ بكلمة المنسق العام في اليوم 18 يونيو 1953، قبل 3 أسابيع من اليوم تقريبا أعلنت الجمهورية في مصر بعد 150 عاما من حكم متوارث ما بين خديوي وسلطاني وملكي. إعلان الجمهورية كان حدثا رئيسيا في تاريخ مصر الحديث، وإعلان الجمهورية لا يعني أن هذه الجمهورية قد توقفت عند الجمهورية الأولى. نحن اليوم في مرحلة جديدة من تطور الجمهورية المصرية، كان اسمها في هذا الوقت جمهورية مصر. اليوم نبدأ حوارا وطنيا نحو جمهورية جديدة، وكما صاغ في هذه الدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه في 26 إبريل الذي دعا فيه إلى هذا الحوار الوطني، انتهى فيه إلى أننا نسعى إلى مصر الجديدة والتي هي دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتسع لكل أبنائها وتسعى للسلام والبناء والتنمية. هذا هو التعريف، تعريف الجمهورية الجديدة كما وضعه السيد رئيس الجمهورية، وهو أتى في سياق الدعوة للحوار، والذي أيضا أكد فيه على أن هذا الحوار يتسع للجميع، وأن مصر وطنا يتسع لنا جميعا، وأن خلافنا في الرأي لا يفسد الوطن قضية. هذا الحوار لا يوجد فيه من موانع أو كوابح إلا لمن يرفض الحوار، ورفض الحوار هو اللجوء لشيء آخر غير القول أو الكتابة أو التعبير بالرأي، اللجوء للقتال كما عبر عن ذلك مصطلح السيد رئيس الجمهورية قبل يومين، هو أمر خارج عن أي تعريف للحوار. وبالتالي من لجأ للقتال أو حرض عليه أو شارك فيه هو ليس على قاعدة هذا الحوار على الإطلاق، لأنه لا يعترف لا بشرعية هذه الدولة ولا بدستورها، وهما الأساسان اللذان يقوم عليهما الحوار، لأننا لا نسعى لبناء دولة جديدة بل نسعى لبناء جمهورية جديدة أساسها الدستوري متماسك بدستور 2014، وشرعيتها مؤكدة لدى جماهير شعبنا الذي خرج في الذكرى 9 ب30 يونيو، ونحن هنا جزء كبير من تحالف 30 يونيو.